صح. D'accord, normalement c'est bon. On a compris la cam, finalement. D'accord. Merci beaucoup, Khaoula, pour ton appel. Tu m'as sauvé. Très sincèrement, avec Salah aussi pour ton message. Mais chef, donc est-ce que voilà, c'est ça, lorsqu'on n'est pas branché sur le plan technologique, oui, c'est ça. J'espère que donc la le sang rabaïn, donc très bien, très bien. يعطيك الصحة صالح، ميرسي بوكو. فينالمون كنت قالب لا كام، وانا ما سانسيرمون تري بيان. يعطيك الصحة خولة اوسي، تي ما سوفي. الوغ سينو سلام صالح، يعطيك الصحة. دونك قولوا لي برك اسكو اذا كان الصوت ماشي مليح ولا قولوا لي برك في لي ميساج. دونك صافي لونتون كومام انا وياكم ما تشوفناش في لي كونفيرونس اللي متعلقين بالمجموعة تاع علم النفس في خدمة المجتمع. aussi c'est une occasion pour remercier صالح pour la confiance aussi. et là اليوم كان اقترح عليا الأستاذ صالح باش نديرو سلسلة فيما يخص التناول النسقي في العلاج العائلي. وكنت بروبوزيت له خمس أربع مواضيع على ما أظن. اليوم هو الموضوع الاول فيما يخص مدخل، يعني اون انتروديكسيون اون انيسياسيون على بروش سيستيميك، محاضره ربما فيها 45 دقيقه او اقل او اكثر نوعا ما، بالاضافه الى حاول نجاوب على التساؤلات تاعكم. المحاضره الثانيه راح تكون على الازمات داخل النسخ، لي كريز زان سيستيم فاميليال. والثالث تكون في العلاج الزواجي بالمقاربة النسقية، وراح نعملوا كذلك على المعالج في التناول النسقي. دونك راح نخدموا على ربع ورشات، واليوم ان شاء الله راح نابورديو لا كيستيون دو لينيسياسيون ا بريبري. نعطيكم فكرة بسيطة على التناول النسقي في العلاج العائلي. دونك بالنسبه للناس اللي ما يعرفونيش، دونك مراد عيد عمران، انا مختص نفسي عيادي، نعمل في عياده، في العياده الخاصه تاعي، ونعمل كوم فورماتور في بعض المنظمات الغير حكوميه، وندير و جو سوبرفيزور اوسي، ونعمل كذلك كممارس مع بعض الجمعيات المهتمة بمجال الصحة النفسية. دونك سينو اليوم راح نتكلموا نوعا ما على التناول النسقي في السياق التاريخي اللي ظهر فيه، اي بي كذلك ما هي الخصوصيات، على ماذا يرتكز، ونستنى أوسي بعض التساؤلات تاعكم. دونك لا سيستيمي هي في الحقيقة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الخمسينات. في سنوات الخمسينات كان هناك سياق خاص جدا في الطب العقلي، في لابسيكياتري، وإن كانوا فريمون لي بسيكياتر، خاطر لا بليبار دي سيستيميسيان هما سي دي بسيكاناليست بسيكياتر، لا بليبار لا بليبار فيهم هما دي بسيكياتر دي بسيكاناليست. دونك صابوا مشاكل كبيرة، شكرا أستاذ مونجي، صابوا نتائج مشاكل كبيرة في التعامل مع الأمراض النفسية، وخاصة في هذاك الوقت مع السكيزوفرينيا، لأن الأدوية النفسية كانت مازال ما ظهرتش، والتحليل النفسي كان ظهر بعض السيليميت. لذلك ليكيب تاع الام ار اي في جامعه بالو التو مع مجموعه الباحثين، ام ار اي سي مونتال ريسيرش انستيتيوت، معهد البحث في الطب العقلي، وين كانوا مهتمين كثيرا بالعلاقات الموجوده بين المرضى النفسيين وماذا يحدث بين المرضى النفسيين وعائلاتهم. لاحظوا انه هناك خصوصيات في التواصل بين المرضى، كاين خصوصيات، كاين في التواصل اللي كاين بين المريض النفسي وعائلته كاين بعض الخصوصيات،
وهذه في هذه الحقبة تزامن مع واحد المفهوم مهم جدا تاع غريغوري باتسون. غريغوري باتسون هو سان انثروبولوج تاع الدوبل بايند، فكرة التواصل، جو بونس الدوبل بايند، التواصل بالعربية جو بونس كو نسموه لا كومونيكاسيون بارادوكسال، التواصل المتناقض اللي لاحظوه كثيرا في العائلات تاع السكيزوفرين، والعائلات التي والتي تحمل في بعض الأفراد تاعها اضطرابات نفسية. وكان تزامن هذه في هذه الحقبة كانت تزامن كذلك واحد الموفمون اسمه تشيلد جيدنس موفمنت، هما انه كانوا يهتموا برعاية المرضى مع الأمهات تاعهم، تريتي دون مانيير ايزولي لونفون اي لا مير. وهنا تم الحديث على مامون سكيزوفرينوجين مثلا، وكذلك لا سور بروتيكسيون ماتيرنيل. ولاحظوا انه المرض النفسي في غالب الاحيان مرتبط باشكاليات علائقيه، وكذلك اشكاليه في التواصل. دونك فكره لو موديل سيستيميك الناتجة من هذه البحوث التي اهتمت بالعلاقة وطبيعة التواصل بين أفراد الأسرة، وين موجود ما يسمى بلو باسيون ديزيني في التناول النسقي نتحدث عن لو باسيون ديزيني، العميل المعين، يعني الفرد الذي يحمل الأعراض. دونك الشيء اللي نحب نبدا به بارابور التناول النسقي هو فكره ان اكزيست با دو رياليتي ابسولي، يعني في التناول النسقي لا نتحدث عن حقيقه مطلقه، لا نتحدث عن ديتيرمينيزم بسيشيك، لا نتحدث عن حتميه نفسيه، ولكن نتحدث عن تصورات للواقع. هذا شيء مهم جدا، لانه وراء التناول النسقي ليس فقط مجموعه من التقنيات ولكن فلسفه كذلك مهمه جدا، وانه في التناول النسقي لا نتحدث عن حقيقه مطلقه، ان اكزيست با دو رياليتي ابسولو، ولكن مي سولمون دو ريبريزونطاسيون دو لا رياليتي، اي لا بلي بار دو تون سي دي ريبريزونطاسيون سوبجيكتيف، يعني هما تصورات ذاتيه للواقع. هذه التصورات قد تكون في غالب الأحيان مختلفة، وقد تكون كذلك متناقضة، وهذا ما يصعب ما يجعلنا نجد صعوبة في العيش مع بعض، لأننا نعيش مع بعض بتصورات مختلفة، وكيف نستطيع أن نعيش هذا الاختلاف؟ هذا ما في بعض الأحيان يعيق وجود علاقة منسجمة بين لي بروتاغونيست، بين الناس اللي عايشين مع بعض. Donc l'approche systémique est un modèle de représentation de la réalité. هو نموذج لتصور الواقع الذي يعني سي سورس يدي المنابع تاعو من نظرية الانساق لباتلانفي ونظرية التواصل لغريغوري باتسون. دونك يرتكز التناول النسقي في الحقيقة يرتكز على نظرية الأنساق لبارتلانفي، واللي راح ربما في دورة في ورشة من ورشات راح نخصصوا لها هامش كبير شوية لأنه مهمة جدا، وكذلك لا تيوري دو لا كوميونيكاسيون دي غريغوري باتسون، وكذلك الباحث اللي عمل عليها بزاف هو بول فاتسلافيك في كتابه المشهور ان لوجيك دو لا كوميونيكاسيون. دونك يرتكز التناول النسفي على نظريتين مهمتين، وهما كما قلت النظرية ونظرية التواصل، وكذلك السيبرنيتيك السيبرانية أظن بالعربية، وخاصة السيبرانية الثانية التي تعتبر المعالج والمعالج لو سوانيون لو سواني في نسق واحد، وهذا ما نتطرق فيه في الورشة الرابعة جو بونس من الورشات المبرمجة في هذه السلسلة. دونك بالنسبة للتناول النسقي، المريض النفسي ماهوش المرض النفسي ماهوش اضطراب على مستوى
الجهاز النفسي أو إشكالية على مستوى فردي، وإنما هو اضطراب في الحقيقة في التواصل والارتباط. الآن الزاوية التي ينظر منها المختص النسقي للإشكالية النفسية ليست فردية وليست خطية، بل هي ترتكز على التفكير الدائري لا بونسي سيركولير، وكذلك سوف تهتم ب المختص النسقي سوف يهتم بماذا يحدث داخل العلاقة وطريقة التواصل. لذلك نقول أنه الإشكالية النفسية هي إشكالية في التواصل أو إشكالية في الارتباط. قد تكون مشكلة في العلاقة أو مشكلة في التواصل، هو الذي اضطراب في العلاقة، نعم هندا، هو الذي يعطينا الأعراض. دونك بالنسبة للاضطراب في تصورنا للاضطراب في التناول النسقي يختلف عن تصورنا للاضطراب في التناولات الفردية، حيث أنه في التناول النسقي نعتبر الاضطراب ك Alors, comment on peut dire? Il préserve l'équilibre familial. Le trouble en systémie préserve l'équilibre familial. C'est-à-dire, بفضل الاضطراب، اضطراب أحد أفراد الأسرة، وجود أعراض في عند أحد أفراد الأسرة أو عند اثنين أو عند ثلاثة، سيحمي أقول سيساعد النسخ على إيجاد هذا التوازن. c'est-à-dire le trouble en systémie a une fonction homéostatique. الاضطراب في التناول النسقي عنده وظيفة هي الحفاظ على التوازن. دونك لأنه كل سيستم كل كيفاش نقولوا كل نسق هناك الرغبة في التطور، وهناك الرغبة في الحفاظ على التوازن الأولي. دونك بين هذه القوتين المتضادتين، من أجل عدم الدخول في أزمة أزيمة أو انكريزات أو انكريز، يكون العرض. دونك العرض في التناول النسقي لا نراه فقط ك ك كوم كوم سوفرانس. الأعراض في التناول النسقي aussi نقدر نشوفوها بنظرة أخرى كوم كومبيتونس. دونك لذلك نقول دائما أنه الأعراض عندها دور هوميوستاتيك، استاتيغ دور في ال دور دور في ال في التوازن الأسري. دونك il va empêcher la crise، parfois il va empêcher le changement، لأنه في بعض العائلات صعب جدا انه يكون تغيير، لانه التغيير في عند بعض العائلات خاصه لي فامي ريجيد، لي فامي ا فونكسيونمون ريجيد، العائلات ذات التوظيف ريجيد ذات التوظيف الصلب جو بونس ريجيد، اللي عندهم مشاكل في انه يغيروا قواعد النسق، يكون عندهم اشكاليه في لو باساج دو لا فاز ا ا لا فاز بي، وهذا ما يفسر وجود صلابة على مستوى قواعد التوظيف. الآن تقول لي كوثر، تقول لي كيف يحمي التوازن؟ ممكن توضيح؟ لا يحمي التوازن، يحمي النسق من التغيير، لأنه النسق غير النسق غير إني با بخي بور لو شونجمون، لأنه كاين توظيف علائقي، توظيف تواصل لا يسمح لهذا النسق بالتغيير في هذا الوقت. العرض هو الذي سيدفع النسق لإحداث بعض التغييرات أو لا، إحداث بعض التغييرات أو لا. لذلك نقول أن العرض عنده وظيفة، الوظيفة تاعه هي الحفاظ على التوازن. مثلا ندو مثلا مراهق داخل عائلة، وأنه هناك قواعد واضحة في البيت، مثلا هو أنه كل أفراد الأسرة يدخلوا للبيت قبل السادسة مساء. الآن أمور جيدة، أمور إلا أنه
وجود هذا المراهق في البيت سيحدث نوعا ما خلل على مستوى هذا التوظيف، ويحاول أن يغير هذه القاعدة فيدخل مثلا على الثامنة أو التاسعة مساء، ثم الأب يقدر يدخل، الأب أو الأم قال تيان كاس كي سباس دون لا ريغل شي نو لي زونفون رونتخ أ 18 أور، يدخلوا أ 18 أور. ألوغ مثال بسيط فقط باش نوضحها، هي المسألة في الحقيقة أعقد من هذا. ألوغ الآن هذا المراهق يقول تيان أنا لست طفل، أنا لست طفل، أنا خلاص بديت أن بديت نكبر. بوي في العائلات، في العائلات المرنه يستطيع ان نغير القاعده هنا لانه وجود ظرف خاص، اما في العلاقات الصارمه جو بونس اللي فاش عاد تقول لي صارمه جو بونس مانيش عارف ريجيد لي فامي ريجيد ا ترانزاكسيون ريجيد اون ابيل سا لي فامي ا ترانزاكسيون ريجيد، فلا لا ما يقبلوش تغيير في القواعد، لانه القواعد في الأنساق المرنة تتغير بتغير تطور أفرادها. دونك الأنساق المرنة تستطيع أن تتكيف مع تطور الأفراد، أما الأنساق الريجيد فتجد صعوبة في الاستجابة صلبة، نعم صلبة جو بونس وي ريجيد، تجد صعوبة في التكيف مع متطلبات أفرادها. لذلك هنا هذه الصلابة وهذه الصعوبة في إيجاد القواعد الجديدة سوف تدخل سوف النسق سوف يدخل في أزمة، ومن أجل الخروج من هذه الأزمة بطريقة مرضية بيان سور سنطور أعراض معينة، وهذه الأعراض ستجعل النسق إليفيت ليفوليسيون صادير اون ايفولي با، ونبقاو ملاصقين فقط مبرونشين فقط مع العرض. والمثال اللي نمدوه كذلك في غالب الأحيان باش نفهموا الأشخاص اللي معنا نفهموهم ماذا نعني بوظيفة العرض. مثلا يكون هناك صراع في العلاقة الزوجية، ولما يكون صراع في العلاقة الزوجية يكون ان كونفلي كونجوغال، والزوجين ما مش قادرين الزوجين ما مش قادرين كيفاش نقولوا الزوجين ما يكونوش قادرين باش يعملوا يلابوري لو بروبليم تاعهم، يخدموا على المشاكل تاعهم. فهذو الزوجين بحاجه الى ما يسمى بلا تريونغولاسيون، التثليث، هو انه سيركزون على ان ليمون دو سيستيم اللي يقدر يكون الولد تاعهم مثلا، او الولد تاعهم س وكانه ان ليمون دو سيستيم il va aider cette famille à diviser le problème conjugal اللي هو ما عندوش في الحقيقه حل، ما عندوش امكانيات، الزوجين ما عندهمش امكانيات بيان سور نفسيه وعلائقيه باش يحلوا هذه المشاكل، لانه تصوراتهم للحياه مختلفه مثلا في حاله الزوجين. لذلك يكون في هذه الحاله العرض هو يكون حل لي بور ديباسي البروبليم لو بروبليم كونجوغال، انه مثلا الطفل يطور اضطراب تبول او انيشيك سكولير او دي كريز دازم او مرض في بعض الاحيان نفسي جسدي اللي يخلي الزوجين يهتمون باشكاليه الطفل وينسون يفون ديفيي ان بتي بو وينسون الاشكاليه اللي هي الاشكاليه الحقيقيه اللي هي الصراع الزوجي اللي بيناتهم. دونك هناك في الحقيقه بين قوسين الحقيقه هنا قلنا باللي الحقيقه هنا هي relative يعني با absolue، هي حقيقه هي relative نسبيه وليست مطلقه، انه هناك اشكاليه. الان المختص النسقي سيهتم كذلك بالاشكاليه على مستوى العلاقه الزوجيه، لما يحرر الزوجين من هذه الاشكاليه يتحرر لو باسيون ديزيني العميل من هذا الاضطراب، ويستطيع ان يتطور بطريقه جيده. دونك في التناول النسقي العرض عنده وظيفه، العرض عنده وظيفة، وليس لا نهتم بمحتوى العرض ولكن نهتم بوظيفة العرض. دابا نشوف اسكو الامر واضح الان. ما تنساوش بلي عندنا في الانيسياسيون قلنا بلي يرتكز التناول النسقي على نظريتين مهمتين، هما نظرية الأنساق لبرتلان فيلحين نطرقوا ليها بالتفصيل في ورشة من الورشات،
ونظرية التواصل. دونك نظرية التواصل نهتم بما يسمى بالتواصل العادي، لا كوميونيكاسيون نورمال، وهناك ما يقابلها أوسي هو التواصل المرضي. التواصل المرضي اللي يفسرنا في غالب الأحيان حسب التناول النسقي، يفسرنا ماذا يحدث داخل العلاقات انطلاقا من تحليلنا لي سيكونس دو كوميونيكاسيون بين لي بروتاغونيست، الناس اللي عايشين مع بعض. دونك في العلاج العائلي النسائي، في العلاج النسائي قد يكون فردي كذلك، وقد يكون زوجي، وقد يكون عائلي. لما نتحدث عن النظرية النسائية نستطيع أن نستطيع أن نعمل في الفردي، نستطيع أن نعمل في الزوجي، نستعمل أن نعمل في العائلي. لما نقول العلاج النسائي لا نتحدث فقط على العلاج العائلي، بل نستطيع أن je peux aborder la problématique individuelle par l'approche systémique, je peux aborder la problématique du couple par l'approche systémique, je peux aborder aussi la problématique de la famille par l'approche systémique. Donc لما أتحدث عن تناول نسقي لا أتحدث فقط عن العلاج العائلي، بل أستطيع كذلك أن أعمل في الفردي، في الزوجي، وفي العائلي بالنظرية النسقية. D'accord? Donc c'est une question de comment je représente le problème, comment le thérapeute représente le problème. Donc ça c'est important aussi. Donc في العلاج العائلي المعالج لا يلاحظ فقط، هو يلاحظ وملاحظ. Il est observé et observateur. Donc on est dans la deuxième cybernétique, Subrandi Ethnania. Donc مسألة فكرة la neutralité bienveillante وال كيف نقولوا لا neutralité bienveillante، الحياد هذيك في التناول النسقي ما تتمشاش، مش كما في الانسيكاناليز، مش كما في التحليل النفسي. ف في التناول النسقي كاين ان انجاجمون تري تري امبورطون alors personnel et professionnel du thérapeute. ما كاش فقط ما نقدروش نكونوا نوتر، ما نقدروش نكونوا. دونك كاينه ان امبليكاسيون بيرسونيل دو ثيرابوت، وهذا ما يجعل العلاج العائلي يهتم كذلك، يهتم كثيرا بطبيعه اللقاء الانساني في العلاقه العلاجيه، طبيعه اللقاء الانساني في العلاقه العلاجيه. ودائما استشهد بما يقوله بوريس سيرينيك في وصف العلاج، ويقول بلي سو ني با لا تيوري كي سواني مي سي لا كاليتي دو لا رونكونتر اومان اون ثيرابي. دونك في العلاج في دايور اون ثيرابي فاميليال اون بارل دو لو ثيرابوت كوم دوزيام شامو، ستادير المعالج يدخل داخل النسق ليحدث التغيير ثم يخرج، يدخل داخل النسق ليحدث التغيير ثم يخرج ويترك النسق يكمل المسار تاعه بطريقه عاديه وبدون اعراض. دونك مساله الحياد ومساله في التناول النسقي مساله فيها بزاف تفكير، فيها بزاف على كالي لا بلاس، كالي لا بلاس دو ثيرابوت، لا بلاس دو ثيرابوت الي دودون، الي لو ثيرابوت الي دودون. دونك اون ثيرابي فاميليال المعالج هو عنصر من عناصر النسق. دونك هناك ما يسمى ب لو سيستيم ثيرابوتيك، لو سيستيم ثيرابوتيك فيه المعالج والمعالج، لو سوانيون اي لو سواني، ما كاش فقط ما كاش فقط. لذلك مثلا في لا ديسبوزيسيون في العلاج، لا كونفيغوراسيون سباسيال في العلاج، ما كاش مكتب. كاين مثلا في العائلي كاين عائله اوتور دان ثيرابوت، ولا في الفردي كذلك كاين اون بتيت تابل باس كوم سا، ونعمل مباشره بدون حاجز بين الفاحص والمفحوص. سا سي تري سيغنيفيكاتيف في العلاج العائلي. الوغ لذلك هنا il y a plus de risque في العلاج العائلي. لذلك المعالج العائلي بحاجة دائما إلى ما يسمى بالإشراف العيادي، وهو بحاجة إلى معرفة جيدة لذاته،
في لقائه مع الآخرين. دونك المسألة ماهيش سهلة. لذلك في المختصين في العلاج النسائي يتابعون تكوينات طويلة المدى، يعني من 3 إلى 5 سنوات على الأقل، من 3 إلى 5 سنوات باش نقدروا نقولوا باللي انت معالج عائلي، نسقي عائلي. دونك كما العلاجات النفسيه كامل، هناك تكوين فيما يتعلق بالجانب النظري مهم جدا، وكذلك هناك تكوين تطبيقي ممارساتي براتيك، وهناك كذلك عمل على الذات عن طريق لي سوبرفيزيون كلينيك و لي انترفيزيون و لي سيمينار دو ليكتور. دونك هناك عمل كبير على مستوى ذات المختص باش يقدر يكون يعني يستجيب ل لي زيكزيجونس دو لا ثيرابي سيستيميك، لانه كاينه ان بريز دو ريسك يعني كبيره من طرف المختص المعالج، كاينه ان بروكسيميتي تري امبورطونت بين المعالج و لا فامي، ولا بين المعالج لو كوبل، ولا بين المعالج و لو باسيون تاعو اذا كان اختار انه يعمل معاه بالتناول النسقي. دونك ثيرابي فاميليال، العلاج النسقي هو علاج نفسي الذي يهتم بالتواصل ونمط التفاعل. دونك العلاج النسقي هو علاج نستعمله في العلاج الفردي، في العلاج العائلي، وفي العلاج الزوجي. لماذا دائما نربط العلاج النسقي بالعلاج العائلي؟ لأن السياق اللي ظهر فيه في الحقيقة في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة بالو ألتو، ظهر مع العائلات هكذا، ولكن تطور فيما بعد وأصبحنا نتكلم على العلاج النسقي الفردي، العلاج النسقي الزوجي، والعلاج النسقي العائلي. دونك المهم هو انه نرتكز على النظريه النسقيه في كولوسكون نابورد لا بروبليماتيك. هذا الشيء مهم جدا اننا نتحدث عليه. دونك لما نقول العلاج النسقي لا نتحدث آليا على العلاج العائلي، ولكن في البدايه كان هكذا. دونك باش تكونوا في الصوره معايا، دونك هو علاج يرتكز على الاستيراس على اللي مود دانتيراكسيون دي بروتاغونيست، يرتكز اساسا على يلاحظ المعالج سيلاحظ كيف يتواصلون افراد هذا النسق، وكذلك لو مود دي انتيراكسيون نمط التفاعل، لانه هو اللي يعطينا فكره، هو اللي راح يفهمنا ويوجهنا كيفاش نعطوا معنى ان سونس للاضطرابات اللي امامنا. الوغ دونك في العلاج هناك اون بريز دو كونسيونس دو سي مود دو كومونيكاسيون اي دانتيراكسيون. المعالج سوف يساعد المفحوص او المفحوصين في حاله العلاج عائلي او زوجي، او المفحوص في العلاج الفردي، على لا بريز دو كونسيونس دو سي مود دو كومونيكاسيون. اون فا ترافايي بوكو على لا بريز دو كونسيونس دو سي مود دو كومونيكاسيون اي دانتيراكسيون. Donc, lorsqu'on dit systémique, c'est relatif à la théorie du système. Quand tu as dit madame systémique, ça veut dire que Nassar, donc, Maouch, il a dit, pardon, Anna Akoula, Nastartier, on peut aborder le système en individuel. هناك تطور تاع التناول النسقي يسمح لنا باننا نتناول لابروش سيستيميك ميم في العلاج الفردي. مثلا نستعملوا سكون ابل لا ثيرابي افيك لي شيز فيد، العلاجات مع الكراسي الفارغه. دونك وي اون بو ترافاي سور سا، خاطر في بعض الاحيان حضور الوالدين او العائله غير متاح، فهذا لا يعني اننا نستطيع ان نستغل التناول النسقي لما ما يكونش هناك وجود الافراد. دونك هذه بصفة عامة، يعني واش راني نقولها بصفة عامة. الآن كيلكو كونسيبت، العلاج النسقي يعتمد على بعض المفاهيم، من بين المفاهيم اللي يعتمد عليها مفهوم النسق،
النسق هو النسق في التناول النسقي. النسق هو مجموعة العناصر ان انسومبل ديليمون اون انتيراكسيون ديناميك اورغانيزي. سيتادير كو النسق هو مجموعة من العناصر في تفاعل ديناميكي منتظم من اجل هدف معين. دونك كما الأسرة مثلا هي نسق لأنه هناك مجموعة من العناصر اللي هما الأفراد في تفاعل ديناميكي، تفاعل بين الزوج والزوجة، بين الأم والأبناء، بين الأب والأبناء. دونك هناك تفاعل اي بوي دان بوت اون فونكسيون دان بوت كي ايفولي دون لو طون. الأسرة عندها هدف مثلا تربية الأولاد، إنجاح الأولاد، هذا الأهداف تتغير حسب الاوقات، حسب الاوقات. وهذو لي زانتيراكسيون يقدروا يكونوا اونتر لي مومبر دو لا فامي، ويقدروا يكونوا اوسي اونتر لي سو سيستيم. خاطر في الانساق كاين دي سو سيستيم، كاين انساق تحتيه، كاين نسق الاخوه والاخوات، كاين نسق البنات، كاين نسق الذكور، كاين النسق التحتي تاع الوالدين، النسق التحتي تاع الزوجين. دونك المعالج سوف يرتكز على هذه المفاهيم في فهمه للإشكالية اللي تجي بها العائلة، أو تجي بها الفحص، أو تجي بها العلاقة الزوجية. كذلك كاين ان كونسيبت تري امبورطون، ان كونسيبت اللي هو لا سيركولاريتي، لا كوزاليتي سيركولار. في التناولات الكلاسيكية هناك التناول ما يسمى بالتفكير الخطي، كوز افي، ا يعطينا بي. في التناول النسقي نو، في التناول النسقي الا ما يعطينا الا، كاين ا بي اي سي. هناك تناول كاين تفكير دائري، يعني لا يهتم ب اني با لا كوزاليتي لينيير. ماشي مثلا نعطيك مثال في التناولات الخطيه، مثلا حرمان عاطفي قد يعطينا تاخر في النمو، هذا تفكير خطي. الو في التناول النسقي لا نعتمد على هذا التفكير، بل نعتمد على التناولات الدائريه. نعطيكم مثلا وجود اشكاليه بين الطفل وامه قد يساعد الاب، قد يجعل الاب يرتبط ارتباط وثيق مع الابن ويطور كفاءه عند الابن. دونك في التناول النسقي لا نعتمد على التفكير الخطي الذي يرتكز على لا كوزاليتي لينيير، كوز ايفي. دونك الا انه ouvrir l'angle de vue et prendre en compte tous les membres du système. C'est-à-dire que في التناول النسقي لا استطيع ان افهم تفاعل الا انطلاقا من عنصرين اثنين. صديق المتدخل النسقي يحاول il va élargir le centre d'intérêt ويخرج من التفاعل A مع B il va introduire le C. il va introduire مثلا اذا كان الام مثلا تحدثت لي على مشكلتها مع ابنها، فانا في المتدخل النسقي لا يرتكز فقط هنا، بل يحاول ان يخرج من الا والبي ويدخل للسي. مثلا يدخل الاب داخل العلاقه لكي يجعل التفكير دائري، لانه اينشتاين قلنا باللي اذا حبينا ندخل اون ديباس ان بروبليم اون ا بيزوان دو شونجي لا مانيير دو بيرسيفوار لي شوز. C'est-à-dire que ما نقدروش نتخلصوا من المشكله اذا كان حافظنا على نفس طريقه التفكير التي اعطت المشكله. لذلك في التناول النسقي نقترح تفكير دائري وليس تفكير خطي، لانه نشات الاشكاليه في الحقيقه، يعني وجود مشكل نفسي هو تركيزنا على التفكير الخطي. دونك في العلاج سنركز على التفكير الدائري الذي نحاول من خلاله استدخال دي زيليمون جدد في الحقيقه. لي بروتاغونيست ولا لي بارون ولا لي جون اللي جو عندنا ما يعطوناش اكزاكتومون هذيك القراءه. دونك حنا اللي نديروا القراءه. هناك كذلك دونك قلنا لا نوسيون دو سيستيم، لا نوسيون اوسي اون لا نوسيون دو باسيون ديزيني. لما نتحدث عن جو بونس العميل المعين سيلوي كي بورت لا سيمبتوماتولوجي، لو باسيون ديزيني سيلوي كي بورت لا سيمبتوماتولوجي. اون بارل اوسي دو ثيرابوت، لو ثيرابوت اكتور اي با سولمون اوبسرفاتور. في العلاج العائلي كما قلنا المعالج ليس فقط
ليس فقط ملاحظ، ولكن هو يدخل في السيناريو، يدخل في السيناريو من بعد، وعنده دور كبير جدا. اون بار اوسي في التناول النسقي، نتحدث عن قواعد النسق، لي ريغل دو فونكسيونمون كي ديفينيس لي دووا اي لي ديفوار دو شاك مونبر دو سيستيم اي اسور لو مانتيان دو سيستيم. القواعد مهمه جدا في اي نسق دايوغ، في نسق العمل، في النسق العائلي، في اي نسق من الانساق نحن بحاجه الى قواعد. دونك القواعد هي التي ستحدد الحقوق، ستحدد الواجبات، واجبات وحقوق كل عنصر من عناصر النسق، وهي التي ستضمن لو مانتيان دو سيستيم، يعني لو مانتيان تاع لو سيستيم. لي ريغل دان سيستيم سون كوم اون سورت دونسومبل دو لوا انستالي بار لو سيستيم بور مانتينير سون ايكيليبر. القواعد هي قد تكون هذه القواعد اكسبليسيت وقد تكون امبليسيت في الانساق بصفه عامه، ولكن اللي يهمنا هنا هو النسق العائلي. هذه القواعد قد تكون صريحه او قد تكون ضمنيه. دونك سي بور سيت ريزون كو المختص في العلاج النسقي سيهتم بالقواعد اكسبليسيت. ماذا نقصد بالقواعد اكسبليسيت؟ هما القواعد سو سون لي ريغل اكسبوزي كليرمون كونو دو شاكان دي مامبر. الصريحه، القواعد الصريحه داخل النسق هي القواعد المصرح بها بوضوح جدا، وهي معروفه من طرف الجميع. اما القواعد لي ريغل امبليسيت سو سون لي ريغل كو تو الموند كوني مي كي نو سون با اكسبريمي كليرمون. كامل الناس تعرفهم ما همش مصرحين بهم، وفي في غالب الاحيان هذوك هما اللي يديروا مشاكل كبار على مستوى على مستوى كيفاش نقولوا، على مستوى في الازمات هما اللي يديروا مشاكل. دونك تحدثنا كذلك على ان كونسيبت تري امبورطون هو لوميوستازي. هذه مصطلحات مهم جدا انكم تعرفوهم، لانه راح تتلاقاو بهم بزاف في اللي الناس اللي حتهتم بهذا النموذج من العلاج، وهذا الموديل من العلاج. مفاهيم مهم جدا انكم تعرفوهم. دونك تحدثنا على لو سيستيم، تحدثنا على لي ريغل، تحدثنا على لو ثيرابوت اكتور اي با سولمون اوبسرفاتور، تحدثنا على لو كونسيبت دو لوميوستازي. لوميوستازي اي تان ايتا انترميديير اونتر لا دونونس او مانتيان اي لا توندونس او شونجمون. لوميوستازي هي في الحقيقه من البيولوجيا، جبناها من البيولوجيا، المختصين جابوها من ميدان البيولوجيا، اللي هو ان ايتا انترميديير، هو حالة وسيطة بين الميول إلى المحافظة على التوظيف والميول إلى التغيير. هذه المرحلة قبل التغيير وقبل الثبات، هذه نسموها هوميوستازي. هي في الحقيقة هنا لانستالاسيون دي تروبل يكون في هذه المرحلة، لأنه في غالب الأحيان النسق إلي كونفرونتي أ دو بريسيون كونتراديكتوار. النسق لو سيستيم اي كونفرونتي ا دو بريسيون، كاين ضغطين يمر بها في يومياته. النسق يمر بضغطين متناقضين، دو بريسيون كونتراديكتوار. في الحقيقه التوندونس او شونجمون، كاين ميول للتغيير، لانه لي زيليمون دو سيستيم راهم يتغيروا، راهم يكبروا، راهم اون كونتاكت افيك دوطخ زيليمون دو دوطخ سيستيم. Et aussi la deuxième tendance, il y a la tendance au maintien, parce que كل ما هو تغيير هو خطر على توازن النسق. Donc كاين ميول للحفاظ على النسق كما هو، وميول اخر للتغيير. Donc كاين deux forces contradictoires. L'homéostasie est l'équilibre entre les deux forces. النسق يحاول ان يجد وضعيه متزنه. Un système fonctionne lorsque l'aiguille continue de bouger pour maintenir l'équilibre entre ces deux forces. في غالب الأحيان في لي سيستيم ديسفونكسيونيل، للحفاظ على هذا التوازن يجب، نحن بحاجة إلى أعراض. اعتبروا مليح معايا، لأنه هذه فكرة مهمة جدا. للحفاظ على هذا التوازن بين الميول إلى التغيير والبقاء كما رانا، هذا الـ في لي سيستيم ديسفونكسيونيل التي تتوظف بطريقه مرضيه، نحن بحاجه الى اعراض للبقاء في هذا التوازن. دونك هذا هو الاشكاليه اللي دونك لو سيمبتوم الاعراض ا اون فونكسيون دون لو سيستيم سيل دو مينتينير لو سيستيم اون هوميوستازي. هذا لو سيستيم اون هوميوستازي، سا فو دير كو ف
بالنسبة للمعالج النسقي، العرض ماهوش هو ضعف أو هو لو مايون فابل دو لا فامي، بل هو محاولة المحافظة على توازن النسق، لأن هذا النسق حاليا وجود العرض هو دليل على أن النسق غير قابل للتغيير. دونك اون فاتخافايي سور سور سا. وكنت عطيتكم مثال تاع لا كريز دازم، لما الطفل كل ما الزوج والزوجة يدخلوا في يدخلوا في صراع حاد، الطفل يطور أزمة ربو، ومن بعد الوالدين يسكتوا نوعا ما ويهتموا بالطفل. دونك الوالدين ما مش قادرين يتخلصوا من الأزمة على مستوى العلاقة الزوجية، دونك هما بحاجة إلى عرض لتخطي مشكلتهم. دونك المعالج يتولى راح يتولى هذه الوضعية، وراح يعمل على مستوى روندر اكسبليسيت لو كونفلي امبليسيت، لانه الاهتمام بالطفل لانه عنده مشكله تبول او مثلا اضطرابات سلوكيه او ادمان، سيساعد الاب والام بور ديفي لو بروبليم تاعهم فيغ ان اليمون دي سيستيم. دونك لو ثيرابيوت فاميليال il va être attentif، سيركز على ما هي وظيفه العرض وليس على محتوى العرض. Ça, c'est très important في التناول النسقي. Donc ça c'est très très important par rapport le système le système. Ça c'est très important. Alors la crise ما حبيتش نهضر عليها اليوم لانه راح نهضروا عليها في ورشه وحدها. كاين دي كريز اوتو ريفيرونسييل ودي كريز ايتيرو ريفيرونسييل اللي داخل في النسق واللي من برا النسق. دونك راح نتحدثوا عليها في ورشة وحدها. الآن كيف يتدخل المختص النفسي في العلاج النسقي؟ كيف يسمع وكومون il recueille l'information؟ الآن المتدخل النسقي يركز اهتمامه على أشياء مهمة جدا. ce que je vois، ce que j'entends et ce que je ressens. كاين هناك أشياء مهمة، ما يسمى بالفرضية النسقية أو الفرضية الدائرية. نعمل في العلاج النسقي نعمل على ما يسمى بليزيبوتيز سيركولير. ليزيبوتيز لما يبني المقابلة تبنى، المقابلة النسقية تبنى انطلاقا من وضع فرضية، والفرضية نحطوها انطلاقا من ثلاث أشياء مهمة جدا: ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. دونك سأعتمد على حواسي وعلى إحساسي. لذلك أقول أنه مهم جدا العمل على لي ريزونونس تاعنا، على الصدى تاعنا. مهم جدا العمل كذلك على تاريخنا نحن كمختصين نفسيين، لانه اذا كان سوكو جو روسون فيها اشكاليات على مستواي الشخصي، فالفرضيه تاعي ما راحش تكون فرضيه بلوز ارتيكولي. دونك لذلك في التكوين تاع المختص المعالج النسقي، المكونين يهتمون كثيرا بسوكو جو روسون، سوكو جو روسون. دونك سا سي تري تري امبورطون بار رابور، لانه جزء كبير من جزء كبير تبع مليح معايا الفكره هذه، جزء كبير من مرحله بناء فرضيه التدخل ترتكز على ما اشعر، ترتكز على ما اسمع، على ما ارى، على ما اشعر. ثم لي تخوا ديمونسيون هذو نديهم لما قرات، tout ce qui est mes lectures et tout ce qui est référence théorique. Donc المعالج النسقي سيعتمد على حواسه، سيعتمد على إحساساته، وسيعتمد على قراءاته. دونك هناك التوازن الأسري ما محله من الإعراف في الظروف الاجتماعية؟ لازم تتكلم بكل وضوح باه يفهم عامة الناس. التوازن الأسري ما محله من الإعراف؟
Sincèrement, je n'ai pas compris la question exacte, mais ça, on va voir. On va nous chauffer les questions, même bête. Non, كل أسرة عندها توازن خاص بي وكل أسرة عندها ان ريتم ديفولوسيون. لا لست أنا الذي أحدد توازن الأسرة، ولكن الأسرة هي التي سترى كيف ستتطور مع الوقت وحسب أهدافها، والمعالج سوف يرافق هذه الأسرة. الآن بغيت نقول برك ان شوز امبورطانت، انه الفرضية في الحقيقة ستعتمد على كل ما رأيته خلال الحصة، كل ما سمعته، كل ما شعرت به، ثم بعد ذلك تلتقي هذه الأشياء الذاتية للمعالج مع القراءات والجانب النظري الذي يرتكز عليه كذلك. دونك سيت ان ترافاي دارتيزان، هو عمل حرفي بامتياز الذي سيساعد المختص النفسي لبناء فرضية، ثم التدخل فيما بعد من أجل مساعدة الأسرة على طرح التساؤلات الحقيقية، التساؤلات لا بلوز ارتيكولي التي تسمح لها بالتطور، التطور مع المختص، مع المعالج، ثم التطور وحدها في بعد ما ينسحب المعالج من لو سيستيم ثيرابوتيك. سي تري امبورطون دو دير سا اوسي. سيرتكز المعالج كذلك على قدراته الشخصية، أقول قدراته ومعارفه الشخصية أكثر من ارتكازه على معارفه النظرية، على الأقل في تصوري، لأنه معرفته لذاته هي التي سوف تساعد. لذلك نتحدث عن الفيلينج، الجاينينج، نتحدث كثيرا عن في العلاج النسخي على الفيلينج، عن الجانب الإحساس والإمباتي، نتحدث عن هذه la dimension affective du thérapeute التي ستساعده على، لأنه صعب جدا في السياق تاعنا، خاصة أنه نعمل على مستوى العائلي، وأن نقدر المختص النفسي، المختص النسائي، أنه يقدر في العلاج العائلي أنه يلم مجموعة من الأفراد وأنهم يتحدثون على مشكلتهم مع بعض ومع المعالج. دونك هذه الوضعية الغير معتادة، يعني خاصة في المجتمع تاعنا، تتطلب إن سوبلاس كبيرة من عند المختص النفسي، تتطلب حكمة غريمة، حكمة كبيرة، وتتطلب حلل كبير على مستوى الشخصي للمعالج، لكي يستطيع أن يساعد الأسرة على أنها تعمل في هذا المجال، وتعمل وخاصيتو لي ثيرابي فاميليال، لانه في المجتمع تاعنا ما عندناش في ثقافتنا ما نتحدثوش على مشاكلنا اونصامبل، وخاصه امام ان اترونجي. دونك المعالج هو امام تحدي ديجا، السياق الاجتماعي تاعنا هو انه نستطيع أن نتحدث عن إشكاليات الشخصية مع معالج، ولكن أن أتحدث عن إشكاليات علائقية، وخاصة على الإشكاليات الزوجية، كل ما يتعلق بالجانب الحميمي، قد يكون جنسي، قد يكون إشكاليات حميمية جدا. دونك المعالج سيرتكز على إمكانياته الشخصية، على إمكانياته بوكو بلوس النفسية التي تساعد المفحوصين على أنهم يجدون نوع من لا سوبلاس في لو سيستيم ثيرابوتيك، باش يقدروا يخدموا يعني في ظروف جيدة. لذلك فسنرتكز على الخصائص الشخصية للمعالج، بالإضافة إلى بيان سور تكوينه النظري وتكوينه التطبيقي. دونك بصفة عامة، يعني مشكلة الولاء هي نعم. الأستاذة شريفة شعال تذكرني باش نقول لكم باللي في التناول النسقي هناك عدة plusieurs approches aussi. كاين l'approche structurale، التناول البنيوي، هناك l'approche
استراتيجيك دو جي علي. وهناك هناك كذلك لابروش لابروش ليكول دو روم، وهناك لابروش كونتكستويل اللي فريمون هو تطور كبير في تطور كبير لهذه النظريه. افيك لو طون من سنوات الخمسينات ل 2021 ان هناك كثيرا كثير من التطور في هذا المجال. نعم استاذ شريف، استخدام الجانب العاطفي بداخل مهم جدا. نعم اقول يرتكز العمل النسقي على الجانب العاطفي كذلك للجانب العاطفي النفسي للمتدخل. ما محل مقاربة بوين في الميدان التطبيقي؟ وين بوين؟ ميراي بوين، نعم ميراي بوين تحدث كثيرا كذلك على العلاجات النسقية، العلاج النسقي، وهو كذلك اون ابروش بارمي لي ابروش اون ثيرابي سيستيميك. الوغ استخدام الجانب التطبيقي يسمين سيسي. اوكي بوتيتر في يوم من الايام سنتطرق للابروش تاع ميراي بوين، الي تري تري امبورطونت. وي اسمع، كيف تفسر المقاربة السياقية الخلل في التوظيف الأسري؟ والمقاربة السياقية، لما نتحدث عن المقاربة السياقية نتحدث عن إيفان بوزورمان ييناجي، سنجيني دو لا غولاسيون هيومان. المقاربة السياقية سي ليفوليسيون اوسي دو لا سيستيميه، لانه ما تنساوش بلي ايفان بوزدورمان ييناجي هو بسيكياتر بسيكاناليست سيستيميسيان كونتكستويل، وصاحب النظريه التي لا ثيرابي ترانس جينيراسيونيل، التي تعتمد على التي تقول انه يتحدث عن ليتيك ريلاسيونيل لو دوني اي لو روسو دون لا ريلاسيون. فبالنسبه لل بالنسبه لل للمقاربة السياقية، الخلل يأتي من إشكالية في الأخذ والعطاء، كاين ان ديزيكليبغ اونتر لو دوني اي لو روسو. سا فو دير ايفان بوزورمان ييناجي يتحدث عن ما يسمى بليزانجستيس، لا عدل في العلاقات، واللا عدل في العلاقات نعم سيعطي اضطرابات على مستوى الشخصي، اضطرابات يعني عند الأفراد بيان سور. نتمنى ان شاء الله نقدروا نديروا في يوم من الايام ورشه كذلك خاصه بالعلاج السياقي، لانه من بين العلاجات الثيرابي ترانس جينيراسيونيل ديفان بوزورمان ييناجي من العلاجات العميقه جدا عميقه جدا، والتي ترتكز على فلسفه مارتن بوبير. مارتن بوبير الذي يقول انه لا معنى لانا من غير الاخر، لو جو لو تو، في كتاب رائع جدا لو جو لو تو. هناك كتاب alors كان هناك الآن سأرى بعض الأسئلة وكذلك الاتصال نمط الاتصال كمفهوم مؤسس الإعجاز. نعم قلنا بلي نظرية الاتصال مهمة جدا، وفي الكتاب كتاب مهم جدا هنا عندي كتاب إن لوجيك دو لا كوميونيكاسيون، إن لوجيك دو لا كوميونيكاسيون، كتاب رائع جدا لبول فاتسلافيك ودون دونالد جاكسون، هو كتاب رائع جدا يتطرق إلى نظرية التواصل ومسلمات التواصل الخمسة المهمة جدا، والتي تقابلها اضطرابات التواصل. الآن هذه ورشة فقط فور انيسياسيون، لأنه التكوين تاع العلاج العائلي النسقي تكوين طويل المدى من 3 إلى 5 سنوات، دونك فكرة الورشة هو فقط أوفغيغ لابيتي، فتح شهية المتدخلين النفسانيين خاصة اللي في التناول، مهم جدا أنا أراه مهم جدا، وهو بمثابة مسار تفكيري مهم سيساعد المختص النفسي لفهم بعض الإشكاليات. ما هي قدرة الاتجاه سنسامون سؤال استخدام الجانب العاطفي المتدخل قلناها، دونك واش قلنا؟ مانيش نشوف ما محل مقاربة بوين قلنا هضرنا عليها، استخدام الجانب مش عارف اسكو كاين اسئلة. ما هي المجالات التي يستطيع ان يعمل فيها المعالج النسقي؟ وي كامل
كامل الإشكاليات، كامل الإشكاليات الإنسانية، الاضطرابات النفسية العقلية عند الطفل، عند المراهق، عند الراشد، الزوجية كذلك، يستطيع أن نتدخل بها انطلاقا من تدخل نسقي، إلا أنه يستلزم وجود هذا التكوين. لا نستطيع أن نتحدث عن تدخل نسقي بدون وجود تكوين. نستطيع في بعض الأحيان لما ما نكونش ما عنديش تكوين نسقي، نستطيع أن نستعمل بعض المفاهيم في المقابلة العيادية، بعض المفاهيم النسقية في المقابلة العيادية، إن يا أوكام بروبلام، ولكن من الأحسن الارتكاز على التكوينات من أجل فهم العميق وخاصة التكوينات طويلة المدى. أقول في هذا الجانب نستطيع أن نشارك في تكوينات قصيرة المدى جوست بور افوار دي نوسيون، باش يكون عندنا بعض المعلومات، ولكن أنا أركز على التكوينات القاعدية طويلة المدى والقراءات الكثيرة جدا في هذا المجال. ما منش عارف اسكو كاين أسئلة أخرى، اسكو جو زاب، منش عارف ما هي أسهل مقاربات في العلاج الزواجي؟ أسهل، لا أدري ما هي أسهل مقاربات في العلاج الزواجي، أسهل، لا أقول أسهل، بل أقول لي بلوز إيفيكاس بوتيتر، منش عارف السؤال تاع من هذا، تقول ما هي أسهل مقاربات في علاج، لماذا تبحث عن أسهل؟ لا أدري، لا أقول أسهل، ولكن أقول الفعالية. أنا شخصيا أستعمل في العلاجات الزوجية، أستعمل العلاج السياقي لأنه أراه علاج فعال جدا، وأجد أنه القريب من المجتمع الجزائري كذلك. ما هي قدرة الاتجاه النسقي في العلاج الأسري في حالات حضور طرف أو غياب طرف، عدم رغبة؟ نعم بيان سور، الدكتور ما هي قدرة الدكتورة رمي ساسي؟ وي واش راكي أستاذة، نتمنى إن شاء الله تكوني في صحة جيدة. وي وي، سؤال مهم جدا دكتورة رميساء، ما هي قدرة الاتجاه النسقي في العلاج الأسري في حالات حضور طرف وغير؟ نعم il n'y a aucun problème، ما نقدروش كمعالجين، on peut pas obliger les gens à venir. كاين واحد الفكرة في العلاج النسقي تقول انه il y a le temps du processus. مثلا لما نقول اوكي مسيو، مثلا في حالة انه الزوجة جات والزوج ما قدرش يجي، مثلا نقول اوكي مدام سي باز ان بروبليم، لان الزوج ماهوش واجد باش يجي، ماشي ما حبش يجي، لانه ميم انتقاء الكلمات في باسكو في على بالكم في العلاج النسقي لو لونجاج il véhicule la pensée، فالمعالج النسقي يتوله مليح مليح لما يقوله. دونك اون دي با كو لو بابا نو فو با فينير، لو بابا او لو ماري ني با بري ا فينير، ماهوش واجد باش يجي حاليا، ولكن غيابه لا يوقف العلاج. سنحاول أن نعمل، مثلا أنا أستعمل تقنية لاشيز فيد، وسنعمل بطريقة جيدة جدا بالمتاح. العلاج النسقي لا يستوجب وجود جميع الأفراد. العلاج الأسري الذي أتحدث عنه أنا الآن، لا، كاين بعض المقاربات التي تتطلب وجود، كاين بعض المقاربات التي تستوجب وجود جميع أعضاء الأسرة، ولكن ليس كل المقاربات، ليس كل المقاربات. دونك نستطيع أن نعمل في غياب الأب، في غياب الابن، في غياب الزوجة، في غياب الجدة، إن يا أوكان بروبلام. دونك فقط مهم جدا أنه نعطي معنى للغياب. فوالا، أون ديجيتاليز لابسونس، ما نخلوهاش امبليسيت، اون اكسبليسيت، نعطوا معنى، وساساعد لو بارتنير انه يعطي معنى ممكن لغياب او حضور شخص. هذا شيء مشكل، هذا شيء مهم جدا. داكور، سؤال مهم، مشكل جمع الزوجين في حصص علاجيه في العقليه الجزائريه. نعم، انا لا اظن ان هناك عقليه جزائريه، هناك عقليه جزائريه، هناك سياق اجتماعي. الان في الفحص النفسي نستقبل، انا استقبل، اقول يوميا، ازواج اللي عندهم اشكاليه مثلا في حاله لا ادري كيف بالعربيه لو فاجينيزم شي لا فام. الان لما اطلب من الزوجه احضار الزوج تاعها، راهم يجوا، يفو اتخ سانسير اوسي، راهم كاين ان امبليكاسيون، هناك تطور في المجتمع الجزائري، وهناك تطور في الاتجاه الايجابي كذلك. فنرى الان في غالب الاحيان الزوج يرافق زوجته في اكتئابها، في وجود اشكاليات على مستوى
نفسية الزوجة فقط في التناول الفردي. لما أقول تناول فردي، لوسكون انفيت لي ماري، لوسكون انفيت لي زيبوس في حالة اكتئاب الرجل، هناك استجابة كمان، على بال ليس كما نريد نحن، ولكن هناك على مستوى، هناك تطور على مستوى طلب المساعدة النفسية في المجتمع الجزائري كمان. سي فري كو ما نقدروش نقارنوا روحنا ب ما نقدروش نقارنوا روحنا بالمجتمعات الاخرى المنفتحه على العلاج النفسي، الا انه جو بونس كو التكوين الجيد تاع المختص النفسي حاليا، يعني تطور التكوين النفسي للمختص النفسي جعل الناس الان تثق نوعا ما في العلاجات النفسيه، ماشي كيما وقت ما فات. ما من المختصين يعني ما من البسيكياتر حاليا كنا نشوفوا، يعني في السابق ما كانوش يثقوا بزاف في المختصين النفسانيين، الا انه الان حاليا هناك الكثير من البسيكياتر خاصه على الاقل اللي نعرفوهم حنايا، بداوا نوعا ما يفهموا بلي كاين عمل حقيقي وماهوش فقط كلام كما يقولون بكري، انتم تداووا برك بالهضره. الان هناك عمل في العمق عند بعض المختصين النفسانيين بيان سور، اللي مهتمين بالتكوينات تاعهم، مهتمين بالتطور تاعهم، الا انه الكثير بقي الكثير يعني في هذا الجانب اللي لازم نخدموا عليه اوسي حنا كمختصين نفسانيين، باش نقدروا نعطوا واحد الانطباع ايجابي للمهنه تاعنا، لانه صعب جدا انك تعالج بدون في المجتمع كيما المجتمع تاعنا، انك تعالج بدون دواء هكذا كيميائي، ولكن تعالج فقط بالعلاقه الانسانيه، تعالج فقط بهذا اللقاء الانساني الذي كيسيسيت ريفلكسيون نوفيل، هذا اللقاء الانساني الذي يعطي امكانيه التفكير بطريقه مختلفه، وبالتالي الخروج من الاشكاليات الوجوديه، من الاشكاليات النفسيه. تحدي كبير بالنسبة للمختصين النفسانيين في المجتمع كمجتمع كما تاعنا، جو بونس كو لذلك نحن انا اظن ان مطالبين من بين اخلاقيات المهنة اننا نتكون بطريقة جيدة للاستجابة لطلبات المفحوصين الملحة جدا حاليا. داكور، من المجالات اللي يستطيع ان يعمل فيها المجالات جاوبت عليه هذا السؤال؟ ما محل مقاربة بوين؟ جاوبت عليه. ما محل خلاص ليزان الوغ شريف مباركي شريف مباركي ليزان انترفونسيون افيك لو جروب فاميليال كونسيست ا كونيتر ا ايبروفي اكسبيريمونتي لا فليكسيبيليتي او لا ريجيديتي دو رول دو لور داكور اكلير وي باثولوجي دي سي او سي تروبل. نعم، ما كاينش سؤال هنا. التوازن الاسري ما محلو خلاص جاوبت عليه. سنه يقدروا يساعدوا الصحه لوالي. ميرسي لوالي. ما نعرفش اسكو كاين سؤال اسئله اخرى استطيع ان اجيب عنها. انا انتظر. ما هي طبيعة الدراسة النسقية الشاملة التي يمكن اعتمادها في تفسير العنف الزوجي؟ أي ما هي المقاربات التي يمكن اعتمادها في تناول الدراسة التكاملية الشاملة للظاهرة؟ ما هي طبيعة الدراسة النسقية الشاملة التي يمكن اعتمادها في تفسير العنف الزوجي؟ أوكي، العنف الزوجي نعم، العلاجات العائلية من بين التناولات، التناول النسقي من بين التناولات التي أهتم بهذه المسألة العنف الزوجي. انا اقول انه اذا كان العلاقه كان الزوجين لحقوا العلاج النفسي بعد تجربه عنف، فاقول هذا ديجا تطور، انه يلحقوا انهم يجوا عند المختص النفسي من اجل العلاج. انا نظن باللي هذا ديجا مؤشر جيد لبدايه علاج. الان صديقو مع المعالج اللي يخدموا معاه كيف سيتناول إشكالية العنف داخل في العلاقة الزوجية. أنا أنصحكم هنا كذلك للبحث في ما قدمه ناجي إيفان بوزورماني ناجي في المقاربة ترانسجينيراسيونيل، في قراءته للإشكاليات على مستوى العلاقات الزوجية. داكور، نعم خولة، اللقاء الإنساني نعم مهم جدا في العلاج النفسي، فكرة اللقاء الإنساني، لأنه أنا في تصوري الشيء الذي يحتاجه المفحوص هو لقاء إنساني مختلف على اللقاءات الإنسانية السابقة، التي تجعله يبني تصورات جديدة للواقع، ويبني تصورات جديدة للعلاقة الإنسانية، والتي تساعده على الارتباط بطريقة مختلفة بالحياة، لأنه اللقاءات السابقة جعلته يرتبط ارتباط مرضي، جعلته لا يستثمر في الحياة. فاللقاء مع المختص
اللقاء الإنساني مع المختص هو لقاء قد يكون مؤسس لتصورات جديدة تسمح بالاستثمار في الحياة والاستثمار في العلاقات مستقبلا. نعم، شكرا خولة على لا بريسيزيون. داكور، اللقاء الإنساني نعم تركز كذلك، ولكن اللقاء الإنساني كذلك زميلتي يرتكز على مدى معرفة مدى إدراك المختص النفسي لتاريخه كذلك لحاضره ولمستقبله. لذلك دائما أنا لا أنصح، ولكن لا أقول أنصح، لكن أوصي أصدقائي وزملائي بالعمل على مسألة الإشراف العيادي لكي ندخل في هذا اللقاء الإنساني بأقل ثقلا، بأقل ثقلا. D'accord, في مغامرة العلاقة الإنسانية. Comment peut-on travailler avec une femme qui souffre de relations avec son mari et qui souffre de TOC et qui refuse de consulter? Nadia بنضيف الله. Oui, mais سؤال مهم جدا نادية. نتمنى تكون بخير نادية et toute la famille aussi. Comment, oui, c'est une question très importante. Comment peut-on travailler avec une femme qui souffre de sa relation avec son mari, qui souffre du TOC? Le TOC aussi, des troubles obsessionnels compulsifs, الاضطرابات الوسواس القهري قد تكون كذلك عندها وظيفة. يعني الامرأة المنشغلة بالتوك تاعها لا تستطيع أن تنشغل بالحياة. دونك لي توك يقدر يكون عندهم وظيفة هوميوستاتيك، سافي دير كو اهتمامها بانشغالها بالتوك، انشغالها بالوساوس القهرية يجعلها لا تهتم بالحياة الحقيقية، وتقدر تكون انديفياسيون. لذلك سنحاول أن نفهم ما الذي يحدث داخل علاقتها المهمة جدا، لكي تستطيع أن تستثمر في العلاقات، لأن الاضطراب هو كذلك مؤشر على عدم القدرة على الاستثمار في العلاقات، ومؤشر على عدم القدرة على التواصل الفعال والصحي، وعدم القدرة التطور داخل العلاقة. دونك تو لانتيغي اي لا، انه كيف يستطيع ان، لانه في غالب الاحيان الاضطراب النفسي هو ميتافور، هو كناية، والمختص النفسي في تصوره هو الذي يستطيع ان يعطي قراءة واضحة لما يعيشه المريض. إلغجيغ لا كونسيونس با لا بسيكاناليز. ألوغ شكرا. دونك الشيء اللي فشعل تناول النسق بضروري لكل مختص نفسي يعطيه هو أيضا تصور جديد لاضطرابات مختلفة في باقي التناولات السابقة ويكشف. داكور، وي شوي توت افي داكور أستاذة شعال، أنه هو إضافة، نعم لأي مختص نفسي، مام إذا ما كانش المختص النفسي، ما مش مختص في النسقي. انا اتمنى انه يطلع على النظريه، لانها نظريه ستفتح الكثير من الافاق. حواء زغب، لو تكرمت علينا بعناوين. نعم، انا انصحكم ديجا البدايه انكم تقراوا هذا الكتاب، الكتاب الرائع جدا، ان لوجيك دو، اللي ما عندوش هذا الكتاب هو متوفر عندي، ان لوجيك دو لا كومونيكاسيون دون دونالد جاكسون اي بول فاتسلافيك. مهم جدا لكتاب قاعدي، ومن بعد كاين بزاف كتب اخرى، الفامي اون تيرابي لسالفادور مينوشين، كاين هناك سي لويوتي كي نو ليبير دو كاترين دو كومان اجي، هناك الكثير من الكتب الممتعة والرائعة جدا في العلاج العائلي النسقي، لنستطيع أن نرتكز عليها، ونقدر نخلي لكم من بعد ان ليست تاع الكتب، لو جو اي لو تو دو مارتين بوبير، هناك الكثير، لو دوني اي لو روسو دو انتر لو دوني اي لو روسو La famille en crise de la famille, le kitab ra'i'a kadhalik, la famille en crise, Le Berger, Michel Le Berger, هناك Magda Ayrman, كتب Magda Ayrman aussi. هناك الكثير من الكتب الرائعة والرائعة جدا في 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 العلاج، في العلاج النسقي. هناك أوسي موني الكايم يكتب بطريقة رائعة جدا، موني الكايم. هناك جيالي كذلك،
دونك كاين كتب يعني امهات الكتب في العائله تحبوا، اذا كان نحط مع استاذ صالح مجموعه من الكتب اللي ربما راح تفيدكم بزاف، تكون بزاف في المستقبل. دونك لا ادري اسكو كاين اسئله اخرى في غياب احد. نعم، هل يكون ناجح العلاج النسائي في غياب احد الزوجين؟ بيان سور، نعم. استاذ، احنا اون با لو شوا، احنا ما نقدروش، لا نستطيع، خاطر كامل العلاجات كامل العلاجات تعت كيفاش نقدر نقول بلغه بسيطه، بلغه بسيطه، انه كاين لو كونسونتمون، الموافقه، لا نستطيع ان نعالج بدون موافقه. الان غياب احد الزوجين لا يعني ان احد الزوجين لا يريد العلاج، يعني احد الزوجين اني با بخي، ماهوش واجد. لما اعطي هذا الانطباع، مثلا الزوجه جات العلاج، لما اعطيها هذا الانطباع وتستطيع ان تفهم ان زوجها ليس انه لا يريد العلاج، اني با بخي، ماهوش واجد باش يجي العلاج، هذه ديجا الانطباع سيعطي بل الا واحد القراءه مهمه جدا التي تساعد المعالج مع الزوجه مثلا انهم يعالجوا بطريقه جيده من في غياب الزوج. استاذ، لا نتحدث عن الحضور الجسدي فقط في العلاج، هذا هو التطور الذي عرفه العلاج النسائي، لا يتعلق الامر فقط بالحضور الجسدي، ولكن يستطيع ان يغيب الزوج ونعمل على العلاقه الزوجيه بحضور الزوجه. D'accord, donc ça nous réserve, c'est-à-dire on peut faire c'est-à-dire on peut faire participer le mari même s'il est absent. نستطيع ان نعمل على وكانه موجود وهو غائب. المهم هو اننا نعطي معنى للغياب، يعني المعالج النسقي يعطي معنى للغياب. الغياب، هذه كلمة غياب، هل يكون ناجح العلاج النسائي في غياب أحد زوجين؟ أقول نعم، بشرط إعطاء معنى للغياب. بور زهرة، سؤال كمان مهم جدا، هل بإمكان تعطينا خطوات العلاج؟ خطوات العلاج، لا فهم، بارك الله أستاذ، ممكن مراجع منين أجل دراسة العلاقات الزوجية. وي، قلت لكم بلي فيما يخص المراجع ساضع ان ليست، ساضع ان ليست تاع الكتب مع استاذ صالح ويديفيزيها لكم ان اوكم بروبليم، خاطر قلت لكم بلي كاين سلسله، كاين اربعه محاضرات في العلاج النسائي، واليوم برك بغيت نعطي لكم مدخل فقط هكذا، ومن بعد نزيد ندخل في لي ديتاي في الحصص الماجيه ان شاء الله. الالتزام اون شو تري ليس دائما في اسكو ليفر لايف سوغ انغوجيستري. صالح هذا هو اللي يقول، انا مانيش عارف اسكو اي انغوجيستري، والله ما نعرف سانسيرمون. الوغ ميرسي ناديا، كيف يكون العمل في حال الوالدين يعاني اضطراب عقليه كالتاخر العقلي مثلا؟ نجمه بسي، كيف يكون العمل في حال احد الوالدين يعاني من اضطرابات عقليه كتاخر عقلي؟ الوغ كاين فرق بين التاخر العقلي والاضطراب العقلي. دونك اذا تقصدين التاخر العقلي، نعم، يفو جو بونس كو المختص النفسي سياخذ بعين الاعتبار اذا كان هناك تاخر عقلي او مرض عقلي. بيان سور، نستطيع ناخذه بعين الاعتبار ونستطيع العمل في ظروف نفس الظروف اللي نعمل معها في الحالات الاخرى، يا اوكان بروبليم. دونك برك ناخذ، اذا كان يتعلق الامر بتخلف ذهني، مهم جدا ان نبسط الامور. اذا كان تاخر عقلي تقصدين به يعني كي موا موا 80 ولا 70، لكن تقصدي بهذا الشيء نجمه. لا ادري اسكو، مانيش عارف اسكو جاوبت على الأسئلة. ألو صالح بسي، حسب خبرتك أستاذ، هل هذا النوع من المقاربات العلاجية يجب أن نكيف بعض الفصول حسب البيئة الجزائرية مثلا حتى يكون أكثر نجاح؟ بيان سور صالح، سؤال رائع، لانه المعالج في غالب المعالج من هذه البيئه، لذلك قلت صالح مهم جدا العمل دابور على
نفسية المعالج، على تصور معالج للحياة كذلك، لكي يدخل، لكي المعالج لكي يدخل في العلاج بأقل ثقلا، لأن هناك ثقل حاضر، هناك ثقل الماضي، وهناك ثقل المستقبل. الإشراف العيادي، العمل على تحليل الممارسة للمختص النفسي، سيجعلك تدخل هذه المغامرة الإنسانية في العلاج، تدخلها بأريحية أكثر. الآن التكييف النظرية حسب البيئة الجزائرية، أقول نعم، لأنه مثلا لما نتحدث مثلا على ليغاكل دو فونكسيونمون، ليغاكل دو فونكسيونمون، قواعد النسق، لا نستطيع أن نعطي وصف أو نعطي معنى لنفس القواعد النسق في مجتمع مثلا فرنسي أو إنجليزي أو أمريكي وجزائري، لأنه القاعدة داخل النسق عندها معنى كذلك ثقافي. دونك لا نستطيع أن نفهم نفس القاعدة في مجتمعات مختلفة. دونك وي، سنكيف كل ما درسناه من نظريات على حسب المجتمع الذي نعمل، وهذا ما يجعلنا نرتكز كذلك على الانثروبولوجيا، وثقافات المجتمعات كذلك. سا سي امبورتون صالح. نعم، اعتبار العنف الزوجي عرض من النسق مختل. هل اسماء بلزيد، هل يمكن اعتبار العنف الزوجي عرض للنسق الاسري المختل توظيف؟ هل يمكن اعتبار العنف الزوجي، نعم، العنف الزوجي هو العنف الزوجي، يعني انت تستعملين كلمة العنف الزوجي. العنف الزوجي قد يكون من طرف الزوج او من طرف الزوجة، قد يكون العنف جسدي، قد يكون لفظي علائقي. دونك نعم، العنف هو نوع من التواصل المرضي. العنف هو نوع من، لانه هناك تواصل صحي، ولما لا يكون هذا التواصل الصحي غير متاح، فنلجأ إلى تواصل نوعا ما جسدي، تواصل قد يكون لفظي أو غير لفظي، قد يكون جسدي في عنف، وهو مؤشر على انسداد إمكانية التفاوض، لنيغوسياسيون دون لو ليان، لأنه لما لا نستطيع تغيير القاعدة عن طريق التواصل وعن طريق الحوار، التواصل بين قوسين، التواصل اللفظي الصحي، سيلجأ أحد لي بارتنير إلى استعمال القوة، استعمال العنف، لفرض على الآخر قاعدة من القواعد التي لم يستطع توظيفها، لم يستطع استعمالها في التوظيف الحالي. نعم، ومن بين الإشكالات الحقيقية التي نجدها كثيرا في المجتمع الجزائري كذلك العنف. نعم، خطوات أو أساليب. لماذا علاج النسق قليل الاستعمال في دولة الجزائر؟ لماذا؟ زهرة، نعم، أظن أنه العلاج النسقي، لأنه باش نستعملوا زهرة، باش نستعملوا العلاج، لازم يكون تكوين أكاديمي. في الجامعات الجزائرية مؤخرا بدأوا يدخلوا نوعا ما، الآن ربما لا أدري، بلاك 5 أو 6 أو 7 سنوات، بلاك 10 سنوات، لا أدري، من بدأوا يدخلوا في الجامعة الجزائرية في أقسام علم النفس بعض المقاييس فيما يخص العلاج النسقي، لأنه كاين فرق بين العلاج الأسري والعلاج النسقي. يعني لازم فو فيغ لا ديفيرونس، لأنه هناك علاج تحليلي أسري كذلك. أنا أتحدث عن العلاج النسقي، يعني من غير مدرسة شراقة في التكوين، المعالجين النفسانيين في التناول النسقي، هنا ما عندناش تكوينات طويلة المدى في هذا الجانب. لذلك انه العلاج النسقي في الجزائر راه في الطور، يعني جو بونس كو كاين عده دي برو، كاين بزاف برومو، دي برومو اللي تكونوا في هذا الجانب، الا انه قليل جدا الناس اللي تكون، خاصه المختصين النفسانيين اغلبيتهم سي دي بسيكياتر اللي تكونوا في العلاج النسقي. نتمنى ان شاء الله انه يفتحوا بزاف تكوينات في هذا الجانب، لانه جانب سيفتح افاق كبيره للمختص النفسي. ألوغ، العلاج النسقي يمكنه مساعدة أسر كثيرة إذا استطعنا توسيع هذه الممارسة. جيد، نعم، ياسمين ساسي، جو سوي توتا في داكور، هذا ما كنت أتحدث عنه، يعني لو أنه التكوينات المتخصصة، لا أقول التكوينات الأكاديمية، التكوينات المتخصصة في العلاجات النفسية النسقية
تستطيع أن تساعد تستطيع أن تساعدنا كثيرا في إعطاء دفع كبير لهذا التخصص بمساعدة الجامعات، مراكز التكوين، الفاعلين، الممارسين والناس اللي يعملوا في هذا الميدان. نعم، هل العلاج النسائي وفاء؟ مساء الخير وفاء. هل العلاج النسائي فعالية في الأسرة أين يكون أحد الوالدين غائب تماما عن الأسرة أو منحرف؟ لا نستعمل هذه الكلمات في العلاج النسائي وفاء. منحرف صعب جدا أن نتحدث عن أب منحرف. لا غوفوميلاسيون، هل نستطيع أن غوفورمولي، كيف بالعربية، نعيد صياغة الكلمة منحرف، أقول غائب تماما عن الأسرة أو منحرف. العمل تاعنا هنا على بالك، لو أنه تلحق الفكرة لهذا الأب اللي المختصر يشوف فيه باللي منحرف أو غائب تماما، ما يجيش عندك وفاء، ما يجيش عندك كمل العلاج. الآن أنا أفضل أن أقول العلاج النسائي فعالية في عند الأسرة أن يكون أحد الوالدين يجد صعوبة في ممارسة وظيفته الأبوية. أنا أفضل أن أستعمل هذه الكلمة لا ديفيكولتي دو ليكزارسيس دو لا بارونتاليتي، لأنه هذا الأب، هذا انحراف بين قوسين، نستعمل كلمة انحراف أصون نانسي، هو لا يريد أن يكون منحرف ولكن لا يستطيع أن لا يكون منحرف. كيف أستطيع أنا أن أساعده وفاء؟ كيف أستطيع أن أساعد هذا الأب أن يكون أن يؤدي مهمته كأب، ولكن أنا لا أراه كمنحرف، أنا أراه كأب يجد صعوبة في ممارسته للأبوة تاعه. Voyez un petit peu. الآن غائب تماما، غائب تماما سي تخيل، أقول بيريفيريك، منسحب نوعا ما، لأنه في تاريخه، ربما في تاريخ هذا الأب الذي تتحدثين عنه وفاء كأنه منحرف، في تاريخه ربما قد عاش وضعيات صعبة لا تجعله يستطيع أن يمارس دوره الآن في الحاضر كأب. دونك لو ريكادراج لا ريفورميلاسيون من بين التقنيات المهمة جدا في العلاج النسائي، لا ريفورميلاسيون و لو ريكادراج، إعادة التأطير وإعادة لا ريفورميلاسيون، إعادة لا نسيتها بالعربية، إعادة لا لا إعادة ريفورمولي ريفورمولي مانيش عارف نسيتها، إعادة التأطير وإعادة الصياغة، إعادة الصياغة أظن. ألو، لم نتلقى تكوين في العلاج النسائي للأسف، تشعبنا بالمقاربات التحليلية، إلا أني أتذكر أن الأستاذة أوصلنا بعدم انغلاق عن انفتاح المقاربة. نعم إكرام كامي، نعم جو بونس كو، نعم مهم جدا أن ننفتح على التناولات الأخرى. التكوين النفساني داخل المؤسسة الاستشفائية منعدم وفيه ما يخص العلاج النسائي خاصة المستشفى أم الطفل. وي بيان سيغ، أنا أظن أن لن لا يجب إعادة صياغة. نعم شكرا خولة، شكرا جزيلا خولة، إعادة صياغة العفو من الأسف، هذيك كنت نحبس عليها. شكرا وفاء، شكرا دوي. نظن بلي لا يجب أن نعتمد على دائما على المؤسسات التي نعمل فيها لكي بتكوننا، دونك حنا لازم نديروا مشكلة. نعم صالح شوشاني، الانحراف هو حكم الأحكام في كل وضعيات غير محبذة وبشكل صعوبة في الممارسة. شكرا جزيلا صالح. نعم لسنا، on n'est pas des juges, on essaye de comprendre. Nous psychologues, on essaye de comprendre, ne pas juger. Ne pas juger, essayons de comprendre. نحن نحاول أن نفهم ولا نحكم على الآخرين، لأنه ما جعل هذا الأب وفاء يكون دائما كما استعملت منحرف هو حكم الآخرين peut-être عليه. Donc نعم le psychologue n'est pas là pour juger mais pour comprendre. نحن لسنا juges, on est des spécialistes qui essayent de comprendre des choses, des non-dits, خاصة أشياء لم تقل. زيادة الصياغة، نعم شكرا. التحقت شكون؟ سلام أستاذ. بون صالح فشاني، انحراف صح. شكرا صالح على التدخل تاعك. إعادة الصياغة، شكرا وفاء. هل هناك تفسير نسائي للإصابة باضطراب الضغط ما بعد الصدمة لدى الزوجة التي تعرضت للعنف؟ بيان سور هناك تفسير، ولكن التفسير نبنوه مع بعض. قلنا باللي اسمع، قلنا باللي المقابلة تبنى، المقابلة أنا سأعتمد على ما أراه في المقابلة
ma asma'uhu, ma ash'uru bihi. D'accord? Ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens, ma tu rouhni nsigh el faradhi ta'i. L'an, law anti anti ya asma, la adri, idha kanti anti mukhtassa nafsiya, lamma anti tqoumi bil muqabala, satarin ashya ana la araha, tasma'in ashya ana la asma'uha, wa satash'urin bi ashya ana la أشعر بها. دونك فرضيتي وفرضيتك مختلفة، لأن طبيعة لقائي مع هذه المرأة وطبيعة لقائك مع هذه المرأة مختلف. دونك في صياغتنا أنا سأرتكز على انتماء النظري، سأرتكز على ما أسمعه مع أراه وما أشعر به. دونك لذلك نعم هناك تفسيرات، ولكن التفسيرات ستكون تفسيرات بيرسوناليزي، تفسيري وتفسيرك يكون مختلف. انا وانت سنلتقي، نستطيع ان نلتقي في 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 ورشه اشراف، وسنعمل مع بعض على تقريب وجهه النظر. وهذا ما هذا هو لا ريشيس دو لا سوبرفيزيون اونتر سيكولوج. لذلك دائما انا اوصي زملائي واصدقائي المختصين النفسانيين على انهم يتنظموا في مجموعات للاشراف العيادي، لأنه بدون إشراف العيادي في تصوري أنا على الأقل لا أستطيع أن أتحدث عن معالج نفسي بدون ما يكون عنده إشراف عيادي. لازم تفهموها هذه، لكي لأنه طبيعة اللقاء الإنساني، اللقاء مع الحالات تتطلب أن المختص النفسي لا يكون مثقل كثيرا بجزئيات من تاريخه، وهو بحاجة إلى التحرر من أشياء عديدة لكي يدخل ولكي يوفر هذه الفرصة للمرضى للمفحوصين أنهم يرتكزون عليه في وضعيات صعبة. دونك لا أدري اسكو أجبت على أغلبية التساؤلات، ليسونسيال التساؤلات اللي ما جاوبتش عليها رايح نجاوب عليها من بعد ما نكملوا هذا الفيديو. مانيش عارف اسكو الافكار الان واضحه. الان برك ندير ملخص بسيط فقط. بغيت نقول لكم باللي التناول النسقي هو تناول ولد في امريكا في سنوات الخمسينات استجابه لطلب ملح جدا، لانه الطب النفسي كان في ازمه حقيقيه وعدم وجود ادويه تخفف من الاعراض الامراض النفسيه والعصبيه والعقليه، وكذلك العلاج التحليلي لم ياتي بالكثير من النتائج المرجوه في علاج بعض الاضطرابات النفسيه. كانت هناك مجموعه من المختصين النفسانيين هم تحليليين وبسيكياتر دي بسيكاناليست تجمعوا فيما يسمى بالام ار اي مونتال ريتشيرش انستيتيوت، وقدروا يعملوا على مدى تاثير الاسر على تطور الاضطرابات النفسيه عند المفحوصين، وصابوا باللي هناك ما يسمى بالدوبل بايند تاع غريغوري باتسون الرابطه المزدوجه، وكذلك مفاهيم لا مامون سكيزوفرينوجين التي استطاعوا ان يفهموا من خلالها انه الاضطراب النفسي قد يكون مرتبط بطبيعه العلاقه ونموذج و لي مود دانتيراكسيون انماط التفاعل وطريقه التواصل بين لي بروتاغونيست داخل العلاقه. دونك بالنسبه للمقاربه النسقيه، الاضطراب النفسي ليس خلل على مستوى الجهاز النفسي، ولكن خلل على مستوى التواصل وخلل على مستوى الارتباط. لذلك في العلاج يعمل على العمل على الجانب العلائقي والجانب التواصل بين الناس اللي يعيشوا مع بعض. وقد يكون العلاج النسقي قد يكون فردي، قد يكون زوجي، وقد يكون عائلي، ليس فقط عائلي، إلا أن السياق اللي ظهر فيه هو في العائلي. دونك هذا أول ورشة عملنا عليها. تقدروا تخلوا تساؤلاتكم في الفيديو هذا، ونقدر نجاوب في حدود إمكانياتي نجاوب. سينو انتظروني في ورشة ثانية على مستوى الأزمات داخل النسق العائلي، سأتطرق إلى فيها إلى قواعد النسق وكل ما يحدث
على هذا المستوى. كذلك سنتطرق في الورشة الثالثة للعلاج الزواجي، وفي الأخير سوف نتحدث عن خصائص المعالج النسقي وتكوينه والأشياء التي تدور حوله. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. فرصة أخرى إن شاء الله نتلاقاو. أشكر صالح على المجهودات اللي أستاذ صالح دكتور صالح على المجهودات اللي يقوم بها من أجل تنظيم هذه اللقاءات، لأنه ماهوش شيء سهل. وبغيت نقول لكم سي توجور ان بليزير دو فو رونكونتري دو ترافاي افيك فو. اي بوي سنلتقي ان شاء الله في عن قريب ان شاء الله. رحب استاذ صالح يدير لكم لا دات، وان شاء الله يكون التفاعل كما اليوم، لانه مهم جدا التفاعل. دونك سوف اترك لكم فيما بعد ان ليست قائمه في تاع الكتب اللي تقدروا تقراوا عليها. ونوصيكم فقط بالقراءات الكثيرة، باللقاءات المختلفة، وبالتكوينات الكثيرة كذلك، لأنه جو بونس كو التكوين المختص، التكوين الشخصي والتكوين المعرفي المختص النفسي، هو أكثر من حاجة ملحة. أنا أظن أنها من أخلاقيات مهنتنا أننا نتكون ونتكون بطريقة جيدة، لأنه مفروصين بحاجة إلى فعالية تاعنا، بحاجة إلى عمق تفكيرنا، بحاجة إلى إنسانيتنا كذلك. دونك المطلوب منا أننا نكونوا في او سيرفيس دي نو باسيون، لأنه الطلب كبير جدا. وأظن أنه في المجتمع الجزائري الآن هناك طلب كبير على المساعدة النفسية، لذلك أظن أنه من واجبنا أن نستجيب لهذه الطلبات بتكويننا الجيد، بفعاليتنا، وكذلك بعمق تفكيرنا كذلك، لأنه المختص النفسي كمان ستميتي فورميدابل، ستميتي اللي يطلب الكثير من التفكير العميق والابتعاد عن السذاجة. لانه احنا ما راناش هنا باش نعطوا نصائح للناس، ما راناش هنا باش نحلوا مشاكل تاع الناس، رانا هنا باش نعاونوا الناس باش تفكر بطريقه عميقه، وباش نفهمهم باللي ما يحدث الان من مشاكل مرتبط بماضي مثقل ومرتبط بادراكنا للمستقبل. دونك العمل تاعنا عمل عميق جدا، عمل في العمق، يتطلب تفكير عميق جدا، يتطلب ارتباط كبير بالحياه. لذلك مهم جدا ان نعطي هذه القيمه الحقيقيه للمهنه تاع المختص النفسي، لانها مهنه من اعقد المهن، ومهنه من لو ان نؤدوها بطريقه جيده سوف نساعد الكثيرين للاستثمار في الحياه تاعهم. دونك نقول لكم شكرا استاذ صالح على المجهودات اللي تقوم بها. نلتقي ان شاء الله عن قريب في لقاءات اخرى ان شاء الله، وبالتوفيق وامسيه مريحه ان شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله.